عبر شاشة التلفزيون لبنان، ورح أكون معكم بحلقة جديدة من حلقات مأكول لعنا. أهلا وسهلا فيكي هدى، كيفك اليوم؟ اليوم صنفنا بفتيك بقالب خضرة، بفتيك أو مع الخضار، صنف طيب، صنف منعود أولادنا إنه يصيروا يأكلوا البفتيك مع الخضار. رح نشوف كيف يتم تحضيره هالقالب الطيب الحلو الشهي ودائما عبر شاشة التلفزيون لبنان. بدي 600 جرام قطع بفتيك، كوسة بدي 300، بصل كويزات بدي 200 صغير، هلا بنشوف كيف، باذنجان 300، لوبيا 300، بندورة 200، جزر 300، بطاطا كمان 300 أو 400، كرفس 50 جرام، وبدي ضلع كرات بال 100 جرام، وأكيد بدنا معها رب البندورة 40 جرام مع ملح وبهار أبيض. بيطلع معي قالب البفتيك مع الخضار. بشو بنبلش بالأول؟ دائما بالأول بدنا نبلش بشي تقطيع وشي على النار. بدنا مقليتك هون بالأول بهاي التنجرة اللي بنساوي فيها القالب، بنحط عليها شوية زبدة شقفة، وهون للبفتيك نتفي صغيرة زيت، شوي صغيرة بس، قرر ملعقة زيت، ويبطل بدنا اياه هون ابدا، ما تدوري هون، دوري لي هون بس. هون عندي هاللحمة بخلط ملح وبهار ابيض مع بعضهم، برشهم لقطع البفتيك بالملح والبهار الأبيض، وبدي حطهم على المقلية أو الشوي. بهالوقت أنا بدي أقطع خضار، بس قبل ما أقطع خضار أول شي بدي أجي لبلش بالبصل. دايما فينا على الخشبة نحط ورقة خشخاش أو ورقة نايلون أو ورقة جريدة، كل شخص حسب ما هو بده. منجيب سكين ومنقشر البصل بهالشكل، شايف؟ هلا هون ما حسيت انا الزيت حمي، يعني هو مفروض ننطر شوي تتحمى. مظبوط، ما هيك بدك تنطري لها يحمى. بدي الفا اذا خلص رح وقف هلا دائما، لانه هي المقلايه معدنها سميك من تحت الارضيه لإلها، بتطول لتحمى. هي البصل الكويزات بنسويه بهالشكل، كل طبقة بتطلع معنا مضطرين إنه نشيلها. إيه بس شايف شو بتفرق إذا كانت المقلية سخنة ولا؟ إذا سخنة ما بتبق اللحمة ميتة، إذا باردة بتبق. إيه أوكي. ناخد اتصال. ألو. يعطيك العافية شايف. الله يعافيك، ألو وسهلا فيك. في المطبخ الإيراني بسموها سابري. ممكن إذا عندك خبرة شايف تعطينا كيف بيعملوها والمقادير. شو هي حبيبي؟ السبانغ الإيرانية. السبانغ؟ اسمها بسموها سبزة. ما بعرفها. طيب الفاصوليا العريضة. بدي روح دورة على إيران. الفاصوليا العريضة لكل محلة. تكرم عينك. ميرسي. بخاطرك حبيبي. تكرم. يعني لازم نروح على إيران نعمل جولة ونشوف الأكل الإيراني كيف هو، لأنه كل بلد له ميزات خاصة بالأكل يلي هو فيه. هلا ليش بنتعلم كنا على مأكولات عالمية وقت كان فيه كله بتجي من جميع البلدان، بكون في سياحة، بصير في ترابط غذائي بين بعضهم، بصيروا يوزعوا هالمعلومات من بلد لبلد وبتنتشر. بس مع إيران ما كان فيها هالشي، هالأيام عم بيصير فيه شوي شوي، بنتعلم أكل إيراني ونصير كمان نحضركم إياه عبر شاشة التلفزيون لبنان. دوري تحت الزبدة وهيدي آخر بصلي. هلا هالبصل الكويزات شفتوا شو حلو، بنحطه مع الزبده هون
فينا نحط حدنا، وكل شيء ما بدنا اياه فينا نحطه عليه. هلا ورا اللي رح نستعمل الكرات قصه بهالشكل، برجع بالوسط وهون بعملهم هيك للكرات. هاي بالوسط. هون شايف عم نقلب اللحمة بدون ما نكبسها، ما كبسناها وخليناها مثل ما كبس موقفينه هالايام. هلا الجزر انتبهوا، عادة بنقشر الجزر. أنا وقت بيكون الجزر نظيف ومصوبنه مثل ما مغسله هلا وكثير نظيف ما بدي أقشره، وبيمشي معه. قطعه بها بطول. شاف إذا اللحمة بقت ميتها بتقسى ولا بس إنه بيروح الخواص منها؟ ملتين، بتقسى وبيروح الخواص. كمان بتقسى؟ لحتى هلأ هاي اللحمة حطي لها شوي صغيرة مي بتقسى، بلا مي ما بتقسى، بس إذا حطينا شوية مي وتركناهم للمي بقلبها شو تلت ساعة يغلو ترجع تطرح، ترجع تطرح. الجزر رح اخذ لك هاي وهي خليها هون، بنحط الجزر على الطرف، نوصل النار شوي غير كلها. هلا هاي منا وسخه، هاي كعبه للكرات، مشان هيك بدنا ننتبه وقت بنكون عم نشتغل. هاي كعبه للكرات. هلا ورا الكرات شو بدي احط؟ بدي احط اللوبي. شوفوا شو بنعمل باللوبي. نعم اعمل لك اللوبي بتعمل كيف؟ ايه بدنا نقلمها وما بدي اقطعها، بدي اتركها مثل ما هي. هيك هيك مثل ما هي. في ناس بقصوها بالطول، اثنين صح؟ ولا هيك؟ لا بالطول. لا هلا بدنا اتركها هيك خلاص. حطيهم هون. ناخذ اتصال. الو الو بونجور. بونجورين، كيفك شيف انطوان؟ منيح كتر، يعطيك الف عافيه. الله يعافيكي. انا بدي اسالك سؤال، انا عم بعمل المعمول على طريقتك. نعم مثل ما انت معلمنا. بس في قصه عم بتصير معي من بعد ما يستوي المعمول، عم بصير قاسي، يعني عم بصير بدل ما يفت عم بتضل تقرش. في شيء غلط يا بالكمية أو بالطريقة؟ نعم. مدام في شيء غلط يا بالكمية أو بالطريقة، فيك تقولي لي كيف مزبوط عم تسويه؟ لك وين المشكلة؟ الكمية مثل ما علمتنا، كل 2 كيلو ونص ما بين فرخة وما بين هيدا شو اسمه سميد عم حط له كيلو سمنة. كل 2 كيلو ونص؟ كل 2 كيلو ونص عم بحط له كيلو سمنة. نعم. وعم بنقعه قبل بليلة وبفركه بالمزاهر والموارد. بس كل ما في طيب كتير، نكهته كتير طيبة، كل ما في انه عم تقرش الحبة عم تقرش. قدي عم بيضل المعمول بالفرن؟ شي 5 دقايق يعني، بس ياخد لون عم شيله. 5 دقايق بس؟ ايه تقريبا يعني، قوام عم فوته بس شوي ياخد لون بظهره. من شو قولك؟ خميرة. من شو قولك؟ خميرة عم تحطي؟ خميرة؟ باردون؟ خميرة عم تحطي؟ ما عم بسمعك. خميرة، خميرة فورية عم تحطي؟ الخميرة جربت بخميرة، بجربت بلا خميرة، ايد نفس الشيء. قدي عم تحطي لهم لهالكمية موارد ومظاهر؟ يلا حطي الفتاك، خلينا نهز شوي. لا بلا مي هلا. قدي عم تحطي لهم؟ عم بحط لهم حوالي الفنجان قهوه بدينه، يعني مش شافه، فنجان قهوه موارد وش نص فنجان قهوه مزهر. لازم
لازم ياخذوا أكثر، لازم ياخذوا أكثر. لازم ياخذوا مظاهر وموارد أكثر. نعم. ما سمعت هلا شو قلتي لي. قديش عم تحطي سميد وقديش عم تحطي طحين فرخة بين بعضهم؟ مدام الاتصال عاطل. مدام عم بسمعك هلا، قديش عم تحطي؟ عم بحط كيلو نص سميد وكيلو فرخة للمعمول للجوز يعني. انت سم ايه سمنة سمنة على الحل عم تحطي؟ عم بحط سمنة على الحل. بده يكون من نوع السمنة غير نوع السمنة، لأنه الكمية مضبوطة. تنقصها شوية موارد، بدك لهي الكمية 3 فنجين موارد والكمية مضبوطة. بس أنا بشوف إذا عم تخبزيهم كمان نار قوية مثل ما قلتي 5 دقايق عم يطلعوا، يعني الفرن عندك حامي، أصبح بدك تغيري نوع السمنة اللي عم تستعمليها. أوكي مدام؟ هلا البندورة راس منهم بدي احطه مقطع صغير وراس ترانشيت. الو بناخذ كمان اتصال. الو 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 بونجور. اهلا اهلا شيف، يعطيك العافيه. كيفك؟ الله يعافيكي. بدي اسالك شيف اذا بتريد لحم الغنم لما بيكون مذبوح طازه طازه امتين فينا نستعمله؟ لانه جبت لحمه للكبه النيه ومذبوحة طازة كتير ما زبطت معي أبدا. بالكب الني بتزبط. أنا بسكر التليفون وبسمعك على التلفزيون. أوكي مثل ما بتحبي تكرمي. هلا الخروف طازة طازة، الكب الني بتمشي، بس شرط إنه تحطي اللحمة شوي بالبراد قبل ما تطحني، يعني تسقع شو نص ساعة أو بالفريزر قبل ما تستعمليها. اما من شان الشاوي ما بتزبط مزبوط بتطلع قاسي، بس اذا كنا عم نساوي ملوخي شغله مثلا كبه نيه ما بيأثر. هلا هون انتبهوا، حاطين كل طبقه بنحط فوق بعضهم حسب درجات النضج، يعني الجزر، اللوبيا، الكرات وكرافس مجبورين نحطهم، حطيناهم البندوره لتعطيني شويه خواص كمان حطيتهم معهم، فبصير حطهم طبقات فوق بعضهم. هلا بدي أقشر الباذنجان وقطعه، وشفنا هون حطيت حدي ورقة يا جريدي أو نايلون وبستعملها لكل شيء. الباذنجان فيه قشره نص تقشيرة وفيه قشره كامل، كل واحد حسب ما بده. أنا بقول نص تقشيرة منيح وبزيادة، لأنه كمان طيب قشر الباذنجان وبيغذي مثل ما استعملنا قشر الجزر، لانه عم بيروحوا الستات عم يدفعوا مصاري منشان شو؟ منشان ياكلوا اشياء فيها الياف، وهي الالياف موجوده. مندوب شاف الرب شوي بالماي. مزبوط، بس ما بتكفيهم هاي، بيها يعمل لي معروف. طيب يلا يلا جربي. نرجع نزيد ماي. نرجع نزيد، ما بيأثر. هالباذنجان منقطعه هيك. نلبس كفوف لنوزع الباذنجان مزبوط وكبسهم، يعني هلا بالطنجره بدي اكبسهم شوي صغيره، باردون شوي بكبسهم هيك لياخذوا بعضهم. برجع الباذنجان بنحطه هيك، هلا كله بيرجع بياخد على بعض. بعد عندي الكوسة وهي مخباية تلعب غميضة معنا. نرجع كمان للكوسة، بعدنا عفرت خشبي وكله اللي عم نشتغله نظيف.
العكوسة إذا كانت أكبر كل وحدة من قصة لستة، وإذا كانت بهالحجم كل حبة لأربعة. طابع الشكل الكوسة رح نحط الربط نخلص شاف ولا هلا هلا فيك تحطي. عم نحط رب دقيقة قبل خلينا نحط ملح كمان. بنحط ملح بنوزع لأكلتنا، وهون بنحط شوي وبنحط بهار أبيض هون وبننزلهم كلهم سوا على كامل الطنجرة، مش من ميل واحد، على كامل الطنجرة. هاي الكوسة بنحطها محلات صغار. خلص قويلي شوي النار، بالأول نار خفيفة، هلأ صار فيها زوم بنحطهم بهالشكل. بس ما بنحط مي تتغمش؟ لا ما بدها، ما هي الخضرة كلها مي. هلأ بتشوفي بتبقى ميتها. ناخذ اتصال. الو الو بونجور، تعطيني صحن؟ الو بونجور. الو مرحبا شيف، كيفك يا اديل؟ كيف الحال؟ منيحه شيف انطوان؟ نعم. عم تعرف انت قال لك انه امبارح كانت كثير حلوه الحلقه. تسلمي، كثير ناجحه. تسلمي، حضرت عشيه بالليل حلوه كثير. تسلمي، حلوه الحلقه كثير. بس امبارح كانت حلوه، هوليك مش حلوين؟ كلهم حلوين، بس امبارح كثير مهضومين. جابي وشادي. وشادي ايه كثير كانت مميزه الحلقه. بنوجه لهم تحيه، ولا نيه اللي ما لا شيء وما قدروا يحضروها. الاحد 3:30 القرارات بحطوها. اه بيرجعوا يعيدوها؟ نعم الاحد الساعه 3:30. شيف انطوان؟ نعم. قال ما بتحكيش كثير، بتحكي كثير قدهم كلهم. بدي احكي كثير كلمتين بس. شيف انطوان؟ نعم. كفتة بايض مش على طريقة السوشي بيعملوها؟ لا غير شكل شوي. ايه بس لأنه رولو بتنلف وبتنحشى. بتنلف مزبوط. بايض اوقات فستق حال. شي مرة بتعملنا اياها؟ ايه تكرمي. ليش لا، بعد بيمرق كتير اشياء. تكرم عيني. مع بازيلا، لأن البازيلا الخضرة بعدها هلا هلا عزمة وسما البازيلا. نعم. هلا احنا نعمل لكم اكلات بالبازيلا وبالارتيشوكي، لأنه كمان موسم الارتيشوكي. شيف انطوان؟ نعم. اليوم صوت المحبة بتعيد ذكرى ال11 على انفجار صوت المحبة، كل الناس داعيينهم. ميرسي ميرسي. على العشية على الساعة 6 عندكم بالمركزية بجوني. ايه في مرة عملت لنا أكلة أنت تحت. مظبوط. شيف بونا فادي بيسلم كثير عليكم. سلمي على الكل كمان. نحن نسلم على الكل. ميرسي لإلك. هالكرفس الصغير اللي قطعناه ليتغلغل جواتهم بنضيفه هلا بهالمرحلة. بجيب البطاطا بعد اخر شيء عندي البطاطا، وكله بيتقطع على نفس الطريقة. كمان بنجيب البطاطا بنحطها كله بهالشكل بيكون. وبتتوزع على كامل الوعي يلي عم تنطبخ فيه. هلا بنجيب صحن، انتبهوا اي صحن، وبكبسه. وهلا بغطيهم، بيتغطوا. بكون انا بهالوقت حضرت البندوره اللي هي اخر شيء عندي. وشوفوا جبت بندوره مستويه،
كيلو ب 750، ما بروح بشتري تبع ال 2000 لانه هون بدي اطبخه، بالعكس لهون بيعطيني مفعول احلى. دائما انتوا ولا بالبيت بضل في بندوره عتيقه ما بنجيب جديده وبنستعملها، لهيك شيء بنجيب البندوره المستويه. شوف كيف هي نصها هالطه، تعطيني طعمي اطيب وانا بدي اطبخها. كمان نفس الشيء. رح ارجع شوي. نعم مع القالب الخضره هون ما عملنا رز لانه فيها كل البطاطا، هي محل الرز لانه فيها بطاطا. اوكي يعني بس فيها الست البيت اللي عندها اولاد وبتشوف يمكن هيك الاكل ما تشبعهم، فيها ما بيمنع انه تساوي حد منهم شويه رز، ولا شيء بيمنع. هالكرافس انتبهوا هون ما يستعملوش معي بهيك طبخه. اعطيني ورقه مغسلين بنحطهم بورقه ومنفرزهم هيك مثل ما هن. وقت بيكون عندي اي شيء شوربه على النار او عظام عم ينسلقوا بدهم كرافس، بشيل هالورقه وبسقطها بقلب الوعي من بعد ما شيل الزفرة، وهالورقة بتهدي بالفريزر 3 لـ 4 أشهر. 3 لـ 4 أشهر. بنمسح طاولتنا. عم يغلو. رح ارجع شوي للمعمول لأنه حساس وما برضى حدا يقول لي المعمول ما عم يزبط عندي. المعمول الكمية اللي عم نعطيها هي كتير منيحة. ومناخد اتصال قبل. ألو ألو بونجور. بونجورين، كيفك شيف أبوان؟ منيح، أنت كيفك؟ معلش بدي عندي ملاحظة صغيرة على المربيات اللي من يومين عملتهم. نعم من يومين كان فريز، امبارح كان أكيدني. مزبوط مزبوط. نعم. يعني بلا معلمية أكيدة، بس يمكن أنتوا على عجلة، مش المفروض نشيل الزفرة تبعت المربى ولا لا؟ لغوي مش ضروري. مش ضروري؟ لا. انا قلت لانه بيقولوا بضاين اكثر اذا بينشال. هلا بيهدي اكثر من سنه، نحن عاملينهم لكلهم خلال شهرين 3 4. اوكي. اكثر من سنه، واذا بدك تحطي له الشمع مزبوط اللي عم تحكيه. بس بما انه خلال كلهم قبل السنه ما بياثر. ميرسي حبيبك. بخاطر عيونك، بخاطر عيونك، تكرم عيني. لنرجع للمعمول. المعمول في عده عجين له، ولكن أهم شيء نتأيد بالكمية مع الطريقة لنحصل على جودة. وأقل شيء بالعملية بتخربط مع العجينة. يعني كمان هاي الست ما عرفت، كنت بسألها لو عجنتها يعني عجنتها منيح للعجينة بإيدها كمان بتقسى. يعني الأساوي بتجي إما كمية مش مزبوطة زبدة أو سمنة قليل، أما هون لا الكمية مزبوطة لأنه كل 2.5 كيلو من السميد وطحين الفرخة مزبوط بياخدوا كيلو من السمنة والزبدة. ونحن ليش بنقول سمنة وزبدة مع بعضهم؟ لأنه الزبدة بتعطي تراوي، وأنواع من السمنة بتعطي تراوي وبتعمل أساوي. ودغري لازم نفركها مع بعضها مزبوط. كمان نسينا نسألها للست إذا دوبت السمنة على النار وغلت السمنة كمان بتعطي أساوي للعجين. بناخد اتصال ونرجع نشرح عن المعمل. ألو ألو بونسوار شيف أنطوان. بونسواريني، ألو سهلا فيكي. بدي أسألك، عندي مشكلة بس لما بروب حليب بودرة. نعم. عم بيفرط. أول شيء حليب خالي من الدسم او قليل الدسم او كامل الدسم؟ كامل الدسم. كامل الدسم. هاي اول وحده. لكل لتر مي قديش عم تحطي له حليب؟ انا كبيت حليب البودره عم بحط لها 3 كبيات مي وبغليهم على النار. اوكي. وبرجع بحط اصبعي بعير للعشره. نعم. وبرجع بحط لهم روبي. قديه عم تحطي روبي لهيك كميه؟ عم بحط لها ملعقتين كبار. اها كثير. لهيك كمية بدك 3/4 ملعقة كبيرة. بس هيك لأنه عم بيفرط ما عم بيزبط أبدا.
ثلاث ارباع ملعقة كبيرة، والأفضل هو تحطي أربع كبايات مي كباية حليب بودرة الأفضل. لأن هن حاطين ثلاثة منشان إنه بسرعة تشد معكم. هلا من بعد ما حطيتيهم وحركتيهم للروبة معهم. ألو إيه عشو عشو عم تحطيها الطنجرة وأنا عم تحطيها؟ عم بحطها مثلا على المجلة وبغطيها بحرين. شو عم تحطي تحت منها؟ بحط فوطة. برافو. بعد قداي عم تكشفي عنا؟ بخليهم من عشية لبكرة. كتير آه. بدهم أربع ساعات فقط لغير. وبعدين بحطهم بالبراد؟ لا بعدين بتكشفي عنهم، بتكشفي عنهم ليوقف عملية التكاثر تبع البكتيريا المليحة. ايه وتصير تسقع عمهلة ومن بعد ساعة بالبراد. يعني بس كشف عنهم بدهم شي ساعة تقريبا. لا انتبهي بدك تعدي أربع ساعات. نعم. وقت يقطع أربع ساعات. نعم. وتكشفي عنهم. نعم. ما منكشف قبل ولا منخليهم كتير، إذا خليناهم كتير بيوربوا أكتر ويمكن يفتفتوا. اه طيب وقد ايه بخليهم بس كشف عنهم تحطهم بالبراد؟ ساعة. ايه هيدا قصدي. ساعة. وممنوع تحركيهم انتبهي. إيه لا ما بحركهم. ممنوع تحركيهم. لكن كل كباية حليب بودرة أربعة مي. نعم. اوكي مرسي كتير. بخاطر عيوني. سلم دايما. تكرمي. كمان بناخذ اتصال. الو. بونجور. بونجورين يا رسهلة. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. وحياتك أنت دايما بتقلنا إنه نكبس الورق العنب هلا بأيار. مزبوط. فينا نبلش؟ أكيد فيك تبلشي. أحلى أحلى ورق عنب هلا. نعم. والنعنع الأخضر النعنع اليابس بتعرف شو عم بيصير؟ إنه عم نجيبه ما إله ريحة السنة، ما بينفع. ما هيك إيه بدك تجيبي؟ بينفع بس دايما وقت بدنا نيبس يفضل إنه تشتري نعنع جبلي بلدي وصار فيه بالجبل هلا نعنع. نعم. بتجيبيهم من جبل ارتفاع فوق 800 متر وهني. نعم. هودي بتجفي فيهم بدون الشمس بمجرى. نعم. هواء طبعا. بعدين بتفتفتيهم على بعضهم بتدقيهم. نعم. وبتنخليهم وبيطلع عندك النعناع اليابس. نعم نعم. لكن وبنحطهم بمرتبين بالالمنيوم؟ لا حطيهم بمرتبين ازاز. نعم. نحن بس بنستعمل اي نوع بنستعمل عندنا في مرطبين ازاز. نعم. لازم نغسلهم ونحفظهم مرطبين ازاز ما بنكبهم. نعم. بهيك حاله بنحطهم بمرتبين ازاز وبنسكر عليهم بهدوا سنتين. كتير منيح. لكن مش ضروري بالفريزر. لا بدوش أولا الفريزر. بمرتبين إزاز بيهدوا سنتين على مسؤوليتي. مرسي. بس يلي بدي خليهم سنتين بين السنة والتاني يعني الفرق هالسنة. نعم. مش ضروري على البكلة. بدك نشيلهم ينحطوا على صدر. نعم. أو صينية يتشمسوا نهار. نعم. ويرجعوا ينضبوا بالوعي. يرجعوا ينضبوا بالإزاز. نعم. مرسي. بخاطر عيونك تكرم عينك. مرسي. بخاطرك. كمان ناخذ اتصال. الو. الو شيف انطوان. اهلا بخينا بطرس كيفك؟ اهلا فيك المستمع الدائم والمشاهد. يا مرسي انطوان. يا حبيبي انت شايف الكل سوا. تسلم نمعزتك هيدي نمعزتك والله. النسوان ناطرتك والرجال، الرجال متحمسين اكثر مبسوطين من النسوان مدري قديش لانه عم ياكلوا اكل طيب صار وصار ينبسط الرجال. صح. اهم شيء وعندنا ضربين كيس. مزبوط مزبوط ضربين كيس بينبسطوا كثير. بدهم ينبسطوا بالقعدات والجلسات الحلوه مع الاكل الطيب. ايه معلوم. شيف اضوان يا حبيبي في عندك مقابله انت عندين هيدي امبارح عملناها هاي على تلفزيون لبنان بعدوها الساعة 3:30 مع جابي وشادي. أيوة نهار الأحد 3:30 إن الله راد هذا الأحد. أي نعم. ما تنسى حط إنه الشيف أنطوان على تلفزيون لبنان الساعة 3:30 أنا هذا اللي رح نسأل عنه مع جابي وشادي. بنوجه لهم ألف تحية وتحية. شيف أنطوان. إيه عيوني. جاني شوية بازيلا. أها حلوين. بدي فرزهم. بخاطر عيونك. اوكي بخاطرك. ميرسي كثير ممنونه. تكرم اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. طول عمرك يا ادمه. تكرم خيي بطرس اهلا وسهلا فيك. منشيل الغطا منشيل الصحن بهالشكل. بدكم شو مزبوط بالملقط
منجيب البندورة المستوية، برجع بقول المستوية ترانشات بشيلها وبحطها هاي الأكلة صحية كتير ما فيها دسم كتير. نرجع نفس الصحن بنشيله نرجع بنحطه عليها كمان بكبسهم هاي. شوفوا كيف الماي عم تفقفق يعني بيستووا، وكمية ماي مع الرب قليلة حطينا. هذا هو الهدف للبق ميتها الخضار وتصير بقلب الطنجرة تعطينا الخواص المضبوط. يعني توقف عم حتى إعلانية ومنتابع حلقتنا المباشرة عبر شاشة التلفزيون لبنان. منتابع حلقتنا المباشرة عبر شاشة التلفزيون لبنان. نرجع لأسرار المعمول، بدي سميه أسرار المعمول. ألو. ألو. بونجور. يعطيك العافية شيف أنطوان. الله يعافيك. أهلا وسهلا فيك حبيبي، ما أكثر من القلاعة. أهلا وسهلا فيك. عن نقعة الوز والبط البري أو جوي يعني كرمال الشوي. نعم الشوي الوز والبط شوي ما بيطلعوا طيبين لأنه لحمهم قاسي، ما بينقع كرمال يطرى أو شيء. بدك تنقعهم وتشويهم وتطبخهم شوي مع زوماتهم ليطلع طري، بس إذا بتشوي شوي على الفحم البط والوز بيطلع قاسي ولو نقعته حبيبي. والله ايه يعني بننقعهم. تكرم، بعطيك وصفه بتنقعهم فيها بعدين بتشويهم وبتحطهم بطنجره مع قليل من الزوم وبتحطهم تغليهم شو نص ساعه على نار هاديه بيستووا وبيطلعوا معك طيبين. اوكي ثانك يو شيف. بخاطرك، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. لنرجع لاسرار المعمول. اصبح المعمول دائما في عده عجين. انا اهم شيء انه نكون بالمواد الدهنية اللي تضيفها للمعمول هو الزبدة والسمنة مع بعض. ليه؟ لأنه شي بيشد شي بيرخي وشي بيعطي ليونة. هاي وحدة. ممنوع دوب الزبدة أو السمنة على النار وتغلي، إذا غلت تقسى معي العجينة. ممنوع ادعك العجينة مليح يصير واحد ينزل فيها دعك ويدقها. ممنوع، بدها شئن تاخد بعضها بدنا نوقف بعملية عجن المعمول. بنرجع الخبز بده يكون على نار قوية، ما بيسوى على نار خفيفة منشان المعمول. بشكل عام كل كيلو من السميد، نص كيلو طحين فرخة لمعمول الجوز، منضيف لإلهم 600 جرام سمنة وزبدة. 600 جرام سمنة وزبدة يعني معدل الكيلو هو 400. بينضاف لهم نص كوب من السكر، 3 ارباع ملعقة صغيرة خميرة فورية، بيندعكوا مزبوط مع بعضهم، بينتركوا ساعة وفينا أكتر مغطيين. بعدين منضيف عليهم 3 ملاعق من المظهر ونص كوب من الموارد. هاي العجينة المثالية يلي بتعطيني طراوة لمدة شهر من بعد عملية الخبز، شرط انه تتوفر الشروط يلي انا حكيت عنها يلي هي عوامل بتأسي المعمول. برجع بقول العوامل، غير الكمية اذا كانت مزبوطة المواد الدهنية لإلهم، اذا كانت مش مزبوطة بيقسى، يعني كانت اقل، يعني استعمل انا 300 جرام للكيلو محل الأربعمية يقسى المعمول. تاني شغلة، إذا سخنت على النار السمنة والزبدة وخليتهم يغلوا بيقسى معي عجينة المعمول. إذا خبزتهم على نار قوية خفيفة عفوا مش قوية كمان بيقسى المعمول. كمان في شغلة، إذا بحط المعمول على نار من فوق مش من تحت كمان بيقسى المعمول. إذا بعجن العجين كتير كمان بيقسى المعمول. عوامل أساسية هي اللي بتخلي
وانا بقول لكم المعمول المنسوي لازم يهدي وعلى مسؤوليتي شهر ناكله من بعد ما نكون صنعنا وصار جاهز بالبيت. هلا لنسكب شوي، شوفوا كيف يتم سكب الخضار. شايفينها كيف عم تغلي وتفقفق الطنجره؟ نطفي النار ومنشيل الصحن بالاول عنا ومنحطه على جاط. منجيب هالقالب، في الغطا طبعا وين؟ إيه. منحط الغطا عليه بس مش كتير مسكر بهالشكل، بمسك بفوت تين وبنزل الصوص الزوم يلي عليه على الوعي. بهالشكل بده يكون المسكة ثابتة معي، يعني مسكة الإيد ثابتة لينزل مع الزوم هيك ما بفزع. شايفين هالزوم كيف هو مخطر؟ لأنه خطروا خففنا الزوم عنه. برجع برجعه هيك القالب تقريبا شوي على شكله. منجيب فوطة ومناخد اتصال. ألو. ألو مرحبا. مرحبتين، ألو سهلا فيكي. كيف أنتوان؟ نعم. أحلام عم تحكي معك. ألو سهلا فيكي. بخصوص المربيات. نعم. أنا عدة مرات كنت بدي تلفن لك وأعطيك مش ملاحظة يعني علّيمة. لا بالعكس، أنا نحب الأشياء. نعم. المربيات عادة لو حطينا سكر قليل فيهم ما بيخربوا. لانه بحطهم انا هنو عم يغلو، يعني بس خلص المربى واغليه بيخطر مظبوط. يعني خلص عم تقصدي بس تغلي الفواكه وتخلص بتضيفي السكر؟ لا عملت المربى وخلصته. نعم عادي مثل ما انت بتسوي. نعم. خلصت المربى على الخالص، ما بنطره ليبرد وبعبيه بالمرطبان. بتعبيه وسخن؟ بعبيهم هن وبعدهم يعني عم يغلوا نار. هيدا الطريقة بتعقم المرطبان. مزبوط. وبتقلبي المرطبان بالعكس وبتقلبيه كمان أحلى وأحلى. ما ضروري أقلبه، مش ضرورة بس بسكره دغري بساعة الساعة. مزبوط. فبيعمل ضغط، هو يعني بصير مثل المعلبات بالضبط. مزبوط. من طريقة التعليم. نعم. يعني مشان بيسألوك أيام، مشان اللي معه سكر بدون سكر قليل بدون. طيب. ما يحطوا قد ما كان كمية السكر قليلة. هيدي الطريقة ما بيخرب أبدا، مجربته أنا يعني بيقعد 10 سنين ما بيصير له شيء المربى أبدا إلا إذا أخذ هوا. طيب يحرجع معك أنا. قولي. لنفترض كيلو فريز لشخص معه سكري. إيه. حط له 100 جرام سكر نص كباية، هل بيهدي 6 أشهر بهالطريقة اللي عم تعمليها؟ بيهدي. إيه. أنا بقول لا. أنا. طيب أنا لأقول لك شو، أنا المربى أذن حط بالبراد، أذن حط بالبراد بيهدي شهرين. وبلا براد بيهدي شهر، أكثر من هيك ما بيهدي. طيب أوكي، بس إنه عادة المربى يعني بصورة عامة حتى ما يخرب المربى وما ينطروا حتى يبرد وما يعملوا كمية السكر الزيادة، يعني أنا دائما بحب المربى تكون أنا معي قليل شوي. لا طريقتك حلوة منعرف نحن. إذا كيلو مثلا فريز. ايه؟ محل 750 حتى لانه نص كيلو. ايه؟ بطريقتك بيزبط ما في أي مشكلة. ايه؟ بس ما منقلل كتير. قلتي لي انت كلمه انه قد ما بده مريض السكري في يحط سكر. لا ما في، لانه اذا حط كميه كتير قليله ما بيزبط المرض. هو اصلا ما بيخطر اذا حط له بس 100 جرام سكر. كم ما بيعقد. ما بيعقد. لا 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 مش لهالدرجه يعني. بس بده فينا نخفف النسبه اللي بنحطها. مزبوط عم تحكي. صح صح. واحلى واحلى. شوفي كيف اذا سكبناه هو يسخن. إيه؟ سكبناه بالمرتبين هو يسخن. أيوة. من بعد ما نسكبه نسكر المرتبين ونقلبه هيك. ايوه هيك انا معي كمان بيهدي كمان شهرين ثلاثه زياده. بس شرط بده يكون المرتبين ضغط، يعني تاع مايونيز تاع مربى تاع اشياء اللي له كاوتشوكي رفيع وبيعمل ضغط. نعم. ايه مش مرتبين الضغط اللي الكاوتشوكي الكبير العادي بنعمله نحن نعمل فيه الورق عنب وهيك. لا. نعم. مش ضروري يعني. حيلا مرتبين فاضي عنا.
تاع مايونيز او اي نوع كبيس مثلا، شارين شيء ما بنكبه نستعمله. نعم. برجع حتى عصير البندوره بعمله بهالطريقه هيدي، كل شيء بدي اعمله مونه بعمله بهالطريقه، كل شيء عم بغليه يعني غليته اكيد بده يغلي، بضبه بالمرطبان او بقنيه العصير اللي هي غطاها مثلا، لان العصير بنجيبه خالص. نعم. بس يفضى ما بنكبه، بنستعمله كمان بنحط فيه الشراب او كمان البندوره، بيطلع كانه فريش، بضل فريش يعني. مزبوط اللي عم تحكي، بس بنستعمل ثلاجه ولا هيدا. ايه ما هو بيطلع معنا كثير منيح ساعتها بعمليه الطب. واول ناس اللي نحن حكيت انا كل العالم عندها فكره انه ممنوع يحطوا بالمرتبان المربى الا ما يبرد، انا اللي قلت انه اللي فينا نحطه بالمرتبان هو بالسخن ما له اي تاثير. ايه بس بشرط انه يكون المربى عم يغلي بعده يعني. إيه مثلا إيه. انا فضيت لنقول نص الطنجره حطيت. إيه الباقيين بردوا شوي، برجع لو بولع النار تحت منهم حتى يرجع يغلوا مره ثانيه، لانه الغليان بيعقم المرطبان، ما بيقعد بخليه يعفن او يحمض. هلا اذا في حال خرب هيدي. نعم. ملاحظه مهمه كمان، انا بحطهم قدام عيني شيء جمعه 10 ايام، اذا بلاقي شيء على وجه المرطبان عفوني او اي شيء بكون هيدا اخذ هواء، مش بكون الطريقه غلط. اذا بكون اخذ هواء وفي كاوتشوكي ايش بشي ايه؟ يعني او ما تسكر مضبوط، بس ما نضغط على الاخر، بدك تسكر، بدهم يسكروه هو بعده يعني، شيء نصب المرطبان دغري بدنا نسكره ونسكره نشد ايدنا كمان يعني مزبوط. وفيها تشيل، انا كمان بعطيكي شغله كثير مهمه بين الناس، فيها تشيل المعفن تغمق تحت منه سنتي والمرتبان ترجع تستعمله بس بسرعه. ايه او ترجع تغليه، ما في اي مشكله ولا بيضر. ايه صح، نرجع نغليه مره ثانيه. لا لا ما بنكبه، هو وين صار التاكسد. أيوة. بس انفتح او مش مسكر مزبوط. ايه صح، الهواء صح. ضرب الطبقه الفوقيه. ايه يعني مش بيكون السبب يعني الطريقه غلط، لا بيكون انه هو اخذ هواء مزبوط، ما يعني نفس شوي، هيدي بيكون الطريقه. بخاطرك، شكرا كثير شيف انطوان، ميرسي لك، ميرسي على نصايحك الحلوه. هذا قالي بالخضره بالبفتيك، قالي بالبفتيك بالخضار، شفنا كيف طبيناه، طبطوا شوي صعبه، دائما منشيل منخفف من الزوم ثلاث ارباع الكميه الموجوده ليقدر ينقلب معنا. وفي شغله كثير مهمه لتنتبهوا لها، انه هون بدها تكون المسكه تبع الطنجره على السواد او اوطى، اذا كانت المسكه لفوق عاليه ما بتزبط معنا على الجاط بعملية السكت، يعني هاي كمان شغلات بدكم نفكر قبل ما نركب هالقالب البفتيك مع الخضار بطنجرة، تكون الطنجرة تقدر تقلب معنا على الجاط ليطلع شكلها كتير كتير مليح. وبدنا ننتبه بشكل عادي مش بس على الطنجرة، بحط فوطة أو فوطتين كمان الجاط، لأنه الجاط لكون أنا قلبته ونزل زوم وخضار علي ولحم سخنين لكون تثبت محله، كمان اذا ما في فوطه على ايدي كمان هيدي بتسخن ايدي وبتحترق، في ناس يمكن ينأذوا، يمكن ينكب معهم الجاط او ما شابه ذلك، مشان هيك هالاشياء كلها بتتجنبوها وكثير منيح. هالقالب اليوم يلي سويناه فعلا شيء بشهي من البفتيك وكل تقريبا خضار فينا استعملناها فيها، جميع المواد الغذائيه موجوده فيه بالوقت ذاته، كمية الدهن كتير قليلة اللي هي الزبدة شرحة صغيرة لكمية بالطعمة 5-6 أشخاص، يعتبر من الأطباق الخفيفة غير الدسمة للأشخاص اللي عندهم مشاكل صحية بالكوليسترول أو دهنة الدم، كتير منيح لقلهم هيك أنواع من الأطباق. رح نشوف مقادير قالب البفتيك مع الخضار عبر شاشة تلفزيون لبنان. هاي 200
اوكي، حلتنا لليوم مع إلي بفتيك بهالخضار خلصت. ميرسي هدى على معاونتك، وبنحشلتي لنا الصوص من شان ما نجوي حالنا. بنحيي كل مشاهدي تلفزيون لبنان، وبنحيي الستات المهضومين يلي كمان عطونا افكار حلوه عن المربيات. حلقتنا لليوم انتهت، بنحيي كل مشاهدي تلفزيون لبنان وسلاماتي لكم جميعا.